أمام أعين الأمن وفي وضح النهار أصبحت السمسرة تمارس علنا أمام أبواب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، فتجد مجموعة من السيدات يجلسن بجوار البوابة يوميا ليمارسن عملهن في بيع المرضى أو البيشنت كما يطلق عليهم لطلاب كلية الأسنان. ويتواصل الطلاب مع أم فاتن وأم عمرو لتحديد نوع المريض الذي يحتاجه الطالب لإجراء الاختبارات العملية بالكلية والاتفاق على الميعاد والسعر الذي يتحدد طبقا لكل حالة. شبكة منظمة من السمسرة يتخطى حاجزها أم فاتن وأم عمرو، فهما ليس إلا وسيط بين الطلاب والمرضى، لكن على الجانب الآخر لبعض السيدات والأفراد دور أهم في جلب المرضى من النجوع والقرى أو حتى الاتفاق مع المرضى الذين يتوجهون مباشرة للجامعة طلبا للعلاج ليتحول من مريض مجاني إلى مريض ذو سعر محدد. ويرتفع صوت بعض الطلاب مطالبين الجامعة بوقف هذا الاستغلال، وما كان من الجامعة إلا أن تعلق لافتة تحذر فيها من التعامل مع السماسرة. أما عن إدارة الكلية فمن جانبها تؤكد أن المرضى متوفرون وأن الطلاب هم من يتوجهون للاستغلال بإرادتهم.